السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة جدا بتسأل ايه افضل تمرين لناس في دهون البطن او الارداف، كل واحد والمشكلة بتاعته، او عاوزين دايت يا دكتور يخلصنا من دهون البطن او دهون الارداف على وجه الخصوص. النهاردة بس انا هتكلم على موضوع التمرين. الاجابة بتاعتي واللي معظمكم عارفينها اللي هم تابعيني من زمان، مفيش تمرين مخصوص يقدر يخسس لك دهون البطن بس. لما انت عامل الفيديو ليه؟ علشان اوضح لك بالحقيقة فعلا الكلام ده، عشان اخليك تصدق الكلام ده، وهقولك بشكل علمي ازاي فعلا ان مفيش تمرين يقدر يحرق دهون بطنك بس، بغض النظر عن الدهون الموجودة في جسمك، علشان ما تضيعش وقتك ورا الفيديوهات اللي بتقولك انا هحرق لك دهون بطنك في 5 ايام و7 ايام وافضل تمرين لحرق دهون البطن والكلام ده. بصوا معايا على الصورة اللي هتطلع دي. الصورة دي زي ما هو واضح عضلات البطن موجودة، تمام، عليها الدهون من بره، دهون مغطيها من بره. علشان العضلات دي تظهر محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نشيل طبقة الدهون اللي موجودة من بره باختصار علشان تبدأ العضلات تظهر. كل واحد في جسمنا في عضلات، يعني مفيش حد اسمه ما عندوش عضلات بطن، ولكن في حد عنده عضلات ضعيفة وحد عنده عضلات قوية باختصار. وده زي اي عضلة في الجسم، زي عضلة الدراع اللي بنسميها الباي او التراي او اي عضلة في الجسم. طيب ايه علاقة التمرين بالعضلات والدهون؟ العضلات اسمها نسيج عضلي، يعني تركيبة مختلفة تماما، والدهون اسمه نسيج دهني، يعني تركيبة مختلفة تماما. حلو. التمارين بقى اللي احنا بنلعبها، اي تمرين انت بتلعبه في الدنيا بيشتغل على الدهون ويشتغل ولا بيشتغل على العضلات؟ خليني اسألك، انت بتعمل تمرين، انت دايما الاجابة بتاعتك التلقائية بحرق بقوي العضلة بتاعتي، بزود عضلاتي، ما انا ليه بروح الجيم؟ عشان ازود عضلاتي، عشان اخلي عضلاتي قوية. بالظبط، اديك انت قلت اهو. يبقى انا بعمل التمرين مهما كان التمرين عشان اقوي العضلة، مش عشان احرق الدهون اللي على العضلة. انا عملت مثلا تمرين الدراع او تمرين الباي اللي احنا بنعمل كده، يبقى انا بقوي عضله الباي بتاعتي، ملهاش دعوه الدهون اللي حواليها. بقى تمرين البطن، لازم تعمل تمرين بطن، اعمل مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع 4 مرات في الاسبوع. ليه؟ عشان اقوي عضلات بطني، تكون عضلات بطني قويه، فلما اخس واحرق الدهون اللي موجوده فوقها، ساعتها بطني تكون مشدوده وشكلها حلو بدل ما تكون مترهل. هو ده الفرق، ان التمرين مش بيستهدف الدهون، التمرين بيستهدف ايه؟ العضلات بتاعه المكان ده. واحنا عشان كده بننصح انك تعمل تمارين لجسمك كله، يعني ما ينفعش بس اعمل تمارين لبطني واسيب جسمي كله مترهل مش مشدود، يعني اشد عضلات بطني بس واسيب جسمي كله، مش هينفع. طب ما احنا هنخس ازاي؟ هنحرق دهون بطننا دي ازاي؟ هنتخلص منها ازاي؟ بالرجيم، بالدايت، ان انا ابدا اقلل سعراتي واظبط نوعيه الاكل بتاعتي. لما اعمل دايت مظبوط او رجيم مظبوط، حتى كان في مثل بيقولوا لك ايه، البطن يعني البطن الحلوه بتتعمل في المطبخ، لو انتوا سمعتوا المثل ده قبل كده، يعني مش بتتعمل في الجيم. وده يدل ان الرياضه او التمرين ملهوش علاقه ابدا بالقصه دي. تتعمل في المطبخ يعني لما تظبط اكلك دهونك هتبتدي تنزل، ولما دهونك تبتدي تنزل ايه اللي هيحصل؟ عضلات بطنك الحلوه اللي انت ربطها او هي اللي موجوده عندك او اللي انت بتتمرن عشانها، هتبتدي بطنك تبقى مشدوده وحلوه. احط لكم مثال تاني، شوفوا صورة الكابتن ده. صورة الكابتن ده جسمه متناسق وتمام، وشايفين عضلاته بسم الله ما شاء الله. بدأ يسيب نفسه شوية، مريح من التمرين شوية، بدأ ياكل، فايه اللي بيحصل؟ اكل زيادة، لخبطة في الاكل، معناه ان دهون جت فوق العضلات دي. طب لما الدهون جت فوق العضلات دي، عضلات الراجل ده راحت فين؟ والراجل ده مبقاش عنده عضلات، كل العضلات الموجودة دي عنده اختفت؟ لا، لكن استخبت ورا الدهون. لما يجي مرة تانية يبدأ ينتظم، مرة تانية يبدأ يلتزم في التمرين، مرة تانية مع الدايت، يعني في الاتنين مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ ان هيبدأ يخسر الدهون اللي عنده، هيبتدي يخس مرة تانية، فالدهون تنزل والعضلات تبرز مرة تانية وتظهر مرة تانية. لما انا ما بتمرنش، لما انا بوقف الجيم مثلا على سبيل المثال، انا بدخل ليه؟ هي العضلات بتتحول دهون. طب لما انا بعمل جيم الدهون بتتحول عضلات، ولا ده بيتحول ده ولا ده بيتحول ده؟ ليه؟ لان احنا قلنا الاتنين تركيبتهم مختلفة. يعني لما انت بتبطل جيم العضلات بتاعتك ما بتروحش تتحول دهون زي الكابتن كده، لكن العضلات بتفش. خلينا اديكم معنى كده بلدي، العضلات حجمها بيقل، وانت تبدأ تزود دهون عليها من بره باللخبطة بتاعت اكلك، وخاصة لما انت بتكون بتبطل رياضة حديد او رياضة اوزان ومبتلعبش رياضة وملخبط في اكلك، فمعنى كده ان انت مفروض اصلا حرق اتقل على اللي انت كنت ماشي عليه، المفروض اصلا تمشي على اكل قليل. يعني لو انا مثلا بروح الجيم باخد 2000 سعره، طب انا بطلت جيم المفروض اخد 1500 مثلا. لا، ده احنا بنبطل جيم ونيجي ضاربين في الاكل ناخد 2500 و3000. طب ما انت هتخزن كل ده دهون وعضلاتك هتختفي، بس لما ارجع اظبط مره ثانيه من الاكل بتاعي هبدا احرق الدهون دي،
وامرن العضله، العضله فيها حاجه اسمه الميموري بتاعتها، يعني ايه؟ محتفظه في الذاكره بشكلها السابق، تبدا تزيد وترجع وتظهر مره تانية. يبقى لازم نكون فاهمين كويس جدا عشان ما حدش يضحك علينا وما حدش يستغلنا، والفيديوهات الكتير اللي منتشره على النت، واعمل تمرين البلانك 100 مره في اليوم هينسف لك بطنك. طب انا بقول لك اهو، اللي لسه مش مصدقني بعد الفيديو ده، روح اعملوا اي تمرين من تمارين البطن اللي انتوا بتشوفوها، ما تعملش دايت وما تعملش رجيم وما تعملش اي حاجه، وكل يوم اعمل تمرين بطن 100 مره، تمام؟ وتعال قول لي بعد اسبوع انت خسيت قد ايه، حلو كده؟ هل بطنك فشت ولا لسه؟ اللي مش مصدق يجرب، ما هو بصوا بالتجربه، يعني انتوا مش مصدقني او مصدق التاني او اي حد، روح جرب. هل فيكم حد فعلا من اللي عمل الحاجات دي بيعمل تمارين بطن بس كل يوم كل يوم كل يوم، بشرب مشروب على الصبح ما اعرفش ايه واكل زي ما هو وحياتي كلها زي ما هي، وصلت للهدف بتاعي؟ لا. ممكن حد هيرد عليا في التعليقات دلوقتي يقول لي يا دكتور لا انا عملت الكلام ده ووصلت للهدف بتاعي ازاي؟ كنت بتعمل دايت؟ اه كنت بعمل دايت بس بلعب تمارين. خلاص اهو احنا اتفقنا، اعمل دايت واعمل اللي انت عايزه بعد كده. ممكن ما تفتكرش ابدا ان انت هتفضل على حياتك زي ما هي، والغلطات اللي في اكلك زي ما هي، ونفس اكلك زي ما هو، وكميات اكلك زي ما هي، وتقعد تعمل لي تمارين بطنه تحرق دهون بطنك بس، مش هيحصل، واضح؟ ولا تظبطي اردافك بس بالاكل بس ولا بالتمرين بس، ان انا اعمل مثلا تمرين السكوات فهخسس دهون الارداف، مش هيحصل. لازم اعمل دايت واعمل عجز سعرات، وانا شرحت الكلام ده في فيديوهات كتيره جدا قبل كده، ودلوقتي شرحت لكم بالدليل العلمي، ووريت لكم شكل العضلات ازاي والدهون عليها ازاي من بره، ودي تركيبتها مختلفه ودي تركيبتها مختلفه، ولا العضلات بتتحول لدهون ولا الدهون بتتحول لعضلات. لما بروح جيم الدهون بتبتدي تخس والعضلات بتبتدي تزيد مع التمرين، الدهون بتخس بالاكل وبالسعرات اللي انا بحرقها في الجيم، والعضلات بتزيد لما بضغط عليها مع التمرين. تمام كده، انا خلصت الفيديو، وكده الفيديو ده ردا على السؤال الشهير او اكتر سؤال بيتسال لكل الناس، عايزين دايت مخصوص او رجيم مخصوص او تمرين مخصوص لدهون البطن او لدهون الارداف. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.